دورنا اليوم كانت مباراة كبيرة، كانت النتيجة، كانت أداء النتيجة، ويعني كانت فترة طويلة ما فزناش هنا في الملعب. ما نقولوش ملعبنا، الحمد لله باتنا، ولكن ما توجور اون جو على الاكستيريور. مي نشكر اللاعبين اللي كانوا فريمون ايزيتي بريزون مونطالمون سورتو. وكنت خايف على المباراة هذه فاش يعني اللاعب الجزائري اللي فراجيل مونطالمون، قلت وين يلعب سو بريسيون راح تكون ليكسي دو بريسيبيتاسيون اي دوتر شوز. دونك الحمد لله اليوم الاداء كان في محله، كان اونامي اون ايكيب اون بلاس وين قدرنا نسيطروا على المباراه، استحوذوا على الكره، وكانت رجوليه من عند اللاعبين اللي يعني اون ايتي بريزون. نشكر كل اللاعبين والانصار. يبقى توجور البروبليم في الاطاك، هذا هو ان شاء الله في الفتره تاع التحويلات، وين الاداره ممكن المدرب الجديد راح يقدموا يديروا الاستخدامات اللي تكون خاصه في الخط الهجومي. في المرحله السعوديه نقدروا نشوفوا مناد مع جميع العميلات. يعني صراحه انا كنت استقلت مع المدرب السابق اللي كان عملنا اون طرافاي اونسوم الاختيار الجديد، ولكن بالاحترافيتي ما لازمش نخلي فريق بدون طاقم، وانا مون ستاتيو ما يسمحليش باش نكون بروفيزوار بكل تواضع، ولكن عرفت الناس، عرفت الرجال، قلت ان الفتره هذه لازم نكون والحمد لله، ولكن مانيش راح نكون في مرحله العوده. شكرا. الشيخ اليوم شفنا فريق سعيد ماذا بمباراه مليحه، شي الشيء اللي كان يعني خاص عندنا في المباريات السابقه ما يفوز كما فاز اليوم. تقريبا نفس الاداء، ولكن اليوم كانت الاراده، يعني اللاعبين لما انت ما تفوش بكل مباريات في الملعب تاعك، نقولوا سوا ديزون الملعب تاعنا هي رانا نلعبوا اليكسير توجور، يعني راح يكون هذاك حنا الجوار الجريع لي زاتيتود مونطال تاعو مضعاف، نقص التكوين تاعو خلاه فيما يخص لا موتيفاسيون لا تونسيون لا كونسونتراسيون، هادو راه ضعيف فيهم. دونك وين اللاعب يتاثر كثير لما يلعب داخل ديار، راح تكون هذيك ليكسيو دو بريسيبيتاسيون، لا ميتريس تكنيك تروح، لا بونسي تاكتيك تضعف له. اليوم كانت بوكو بلوس الاراده، وطبقوا كي نقولوا طبقوا بارابور ماتش بريسيدون تاع باك، كانت شويه ما كانتش منظمه الحاله. اليوم كان نظام، كانت هجومات يعني مبنيه، و يعني اون جيري لا بارتي بوكو بلوس سو بلون مونتال و تاكتيك. نهزمنا كيما فزنا خارج الديار، كيما نهزمنا اليوم، وانا نقول اليوم على كل حال ما كنتش نتعذر، لان كنا جايين ثاني كيما المقابله اللي فاتت باش نديروا نتيجه، وكانت عندنا يعني فرصه باش الشوط الاول باش نديروا نتيجه، ولكن نقول باللي الشوط الثاني ما كناش في المقابله، خاصه يعني في التركيز، كي نقول التركيز عنده الاسباب تاعو، الهزيمه يتحملها المدرب، معناتها نتحملها 100%، ما فيه مشكل، وما راح نجيب سبه ني في الحكام، لان في بعض الاحيان حنا الحاجه الاولى في زيب الاولاني الحكام، انا كي ربحت قلت الحاكم كان في المستوى، كي درت تعادل قلت الحاكم كان في المستوى، وكي ننهزم نقول الحاكم كان في المستوى، هذا الجانب التحكيمي، ولكن الجانب التقني كاين بعض اللاعبين اليوم ما كانوش في المستوى كما كنت انا ننتظر، مالغري كو كما قال نتحمل كاع المسؤوليه، ولكن ديت منها نظره المقابله تاع اليوم، ديت وكنت اللاعبين تكلمت معهم قلت لهم ان شاء الله راح نخرج بنتيجه دو سو اسكو باش تكون عندي نظره على كاع المجموعه. لماذا؟ لان هذه مقابله ثالثه، باش على بالك تكون عندك نظره 100% على اللاعبين، على الاقل يكون عندك خمسه ست مقابلات، ولكن انا في ثلاث مقابلات دركا كل واحد ان شاء الله راح نعطي له حقه من الوداع. قلنا انك عدت تعرف تعداد مليح، يعني الباكابو
غتكون يعني جريد في ميركاتو. ميركاتو هذا الوقت اللي رانا فيه الفريق تاعنا ما راهش يخمم في الميركاتو. انا شخصيا المشاكل اللي راه عايشها الفريق وباك لو كان ندخل في المشاكل يقولوا يجيب سباه نو نخليو ميركاتو حنا بالك ما يهمناش. اللي يهمني انا ما يروحوش اللاعبين اللي هم باغيين يروحوا، وهذا هو النداء للمسؤولين الفريق هذا. اللي يهمني انا ما يروح حتى لاعب، ما تجيبليش ما كاش مشكل، ولكن اللي راحوا لاعبين اساسيين كي تشوف اليوم على كل حال على سبيل المثال تابتي كان شويه عيان ما لعبتوش كان مصاب، ولا قبلي بالحول عاودوا لا من الاصابه، بالحسيني ثانيك راه ما عنده اصابه. انا نقول هذو لو كان يعني يكونوا في يعاودوا يسترجعوا القوه تاعهم وما يروح حتى واحد ما فيه مشكل، ولكن الميركاتو هذا لا راحوا اللاعبين باش تعوضهم لي باللاعبين اللي ناقصين. وزيد الانسان يكون صريح باش تجيب الميركاتو، تجيب لاعب انت عندك لاعبين اليوم 5 شهور ماشي خالصين، كاين اللي عندهم 6 شهور مش ممكن. انا نقبل يجيب لي لاعب ولد الناس ماهوش خالص اللي تعب مده 5 اشهر كاين اللي 6 شهور. الوغ انا نقول ميركاتو ما يهمش الفريق تاعي غير الا كانوا دخلوا اموال وسواوا الوضعيه تاع اللاعبين هادو. ابارتير دو لا نتكلموا على الميركاتو ان شاء الله. بالك المشكله تاع المستحقات تاع اللاعبين هي اللي تسبب بالك الخساره. والله يعني الحمد لله انت قلتها خير من اللي نقولها انا باش ما يقولوش. هو باسكو السمانه اللي فاتت مع المولوديه لعبوا ويسالوا سموا يا كاتجور، واليوم ما تبدلت والو. الاراده اللي كانت في المقابله تاع الكاس السوبر هذاك في بليده والاراده اللي كانت في سان جوي اليوم كانت ماشي اراده، كانت ناقص تركيز، وهذه من الاسباب اللي راك تقولها. سي فري اليوم تقول لي علاش السمانه اللي فاتت لعبوا مالغري لي بروبليم، مي يا لوبيت كاين خط احمر ما يلزمش نفوتوه، ممكن رانا نقيسوا فيه، وهذا هو النداء اللي ان شاء الله المسؤولين يحكموا به على اعتبارنا. باسكو الفريق برهن داخل وخارج الديار، برهن في الكاس، برهن باللي عنده قدرات، ولكن حان الوقت باش يسويوا الوضعيه تاع ولاد الناس. هكذا يا جماعه شكرا. الحمد لله يا ربي، يعني غدوا ان شاء الله نديروا ليكوغرافي ونشوفوا واش بيها. طيب بون، المباراه كانت صعيبه بالنسبه لي لانه مسكنا بالشيء اللي دخلتوا في المباراه مليح في البريمير ميطون. دوزيام ميطون تكلمت الثقه في النفس بين اللاعبين واللعب الجماعي والهدف وين حققتوا الفرصه. ويعني حاجه الاولى نشكر الانصار ونشكر اللاعبين كاع اللي داروا المجهودات اللي داروها. يعني الحمد لله يا ربي، يعني هذه حاجه هذه الحاجه اللي كانت خاصتنا حنا سي بيان ماركيو. الحمد لله يا ربي، يعني نقولوا هذا الماتش هذا ان شاء الله هذا هو الماتش اللي خلينا نربحوا لي الماتش الجاي ان شاء الله. مشكل خاص مقارنه المباريات السابقه اللي ما فزتوش خلاص اللي انا يعني كما قلت لك يعني كانت خاصنا يعني البيت. الحمد لله يا ربي اليوم يعني كما واش تعبنا وصلنا الحمد لله وين كنا حابين. سي بيان حبينا ندو 3 بوان تاع اليوم يعني وين يسولنا 6 بوان هكذا باش نبريباريو ان شاء الله ماتش تاع مولودية آليس. يعني نقول ان شاء الله يعني سيرتو كي ماركينا يعني نحينا النحس هذاك تاع يعني عندنا واحد 9 ماتش ما ماركيناش. يعني الحمد لله يا ربي زيد ماركينا في بلادنا، يعني ان شاء الله يكون ديكليك ان شاء الله. بيان سور لي ماتش كاع يكونوا واعرين. نبريباريو كيما لي ماتش اللي فاتوا نروحوا لها ماتش بماتش. يعني حاجه مليحه اللي حنزيدو ريسوفيو في بلادنا وان شاء الله نكونوا ان شاء الله ما خير ما